بدأت أعمال اليوم الثاني للمؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية لإيران الحرة بمشاركة 15 وفداً برلمانياً أوروبياً وكندياً وأسترالياً وخمسة مسؤولين عرب سابقين وثمانية وفود برلمانية عربية بإجمالي أكثر من 70 متحدثاً. وعقد هذا الملتقى بحضور السيدة مريم رجوي وآلاف من أعضاء مجاهدي خلق في أشرف الثالث، وكان على اتصال عبر الإنترنت مع عشرات الآلاف من النقاط وتجمعات الإيرانيين وأنصار المقاومة في 105 دول. وشارك وتكلم في اليوم الثاني أعضاء من وفود برلمانية وممثلون ومنتخبون من المملكة المتحدة وفرنسا وألبانيا والبرلمان الأوروبي وألمانيا وإيطاليا والسويد والنرويج والدنمارك وفنلندا وسويسرا وإيرلندا وبلجيكا والبرتغال وهولندا وكندا وأستراليا والأردن وفلسطين والبحرين والكويت ولبنان واليمن والسودان وتونس والمغرب وموريتانيا وأفغانستان وأذربيجان. كما تكلمت في المؤتمر شخصيات بارزة مثل رئيس الوزراء الجزائري الأسبق سيد أحمد غزالي والوزير الإيرلندي السابق جون بيري ووزير النقل والمواصلات الفنلندي لعام 2002 كيمو ساسي ووزير البيئة الأيسلندي في عام 1991 إدوارد سولنس ووزير الثقافة الدنماركي عام 2012 أوفي ألبيك ووزير خارجية فرنسا السابق في عام 1992 ألان فيفيان ووزير العدل اللبناني في عام 2011 أشرف ريفي وأحمد فتفت ووزير الداخلية اللبناني عام 2006 أحمد فتفت ووزير الثقافة والأعلام الأردني عام 2001 صالح القلاب وممثل منظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد وحاتم السر علي وزير التجارة السوداني السابق والسيدة زوسموث رئيسة البرلمان الألماني السابق وأليخو فيدال كوادراس نائب رئيس البرلمان الأوروبي من عام 1999 وحتى عام 2014 وأمين عام حزب الشعب الأوروبي أنطونيو لوبيز أستوريز وايت وديلامين مانديلا ناشطة في مجال حقوق الإنسان وحفيدة نيلسون مانديلا. وشددت الوفود على تضامن شعوب هذه الدول مع المقاومة الإيرانية من أجل الحرية والسيادة الشعبية، وشددت على خطة مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لجمهورية ديمقراطية سلمية غير نووية تقوم على فصل الدين عن الدولة وحسن الجوار. ووصفت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة في كلمتها بالمؤتمر تعيين رئيسي وجعل أركان السلطة من طيف واحد بأنه تشكيلة حربية وقمعية يهدف إلى مواجهة الانتفاضات الشعبية من جهة وانطلاقة اليد في البرامج النووية والصاروخية ونشر الحروب في المنطقة والمغامرات على الصعيد الدولي. وفي هذا المجال إبراهيم رئيسي هو العنصر الأكثر طاعة وخضوعا لأنه أكثر الجلادين وحشية، إنه لا يحيد عن درب خامنئي ويده ملطخة بدماء 30,000 سجين سياسي في إيران في مجزرة عام 1988. كان أكثر من 90% منهم من مجاهدي خلق، بالطبع هذا بالإضافة إلى آلاف الإعدامات السابقة من المجزرة واللاحقة منها خلال السنوات الأربعين الأخيرة. وقالت السيدة رجوي إن خامنئي قد ربط مصيره بالبرنامج النووي، وإن الكشف عن البرنامج النووي للنظام منذ عام 1991 من قبل المقاومة كان فعالا خارج نطاق تصرفات جميع الحكومات والمؤسسات الدولية في منع النظام من امتلاك قنبلة. تلخصت أفعال وردود أفعال الدول الغربية حيال نظام الملالي في سلسلة من الخداع والاسترضاء، فبينما كان النظام يخفي عن طريق الاحتيال برنامجه النووي، حاول المجتمع الدولي بالمقابل لوقف أو تحجيم المشروع النووي من خلال منح التنازلات مهادنة النظام. استغل النظام الإيراني الاتفاق النووي لتجديد برنامجه وتوسيعه، والنتيجة أن خامنئي يصنع قنبلة ولن يتخلى عنها. كل اتفاق يوقعه وكل وعد يقطعه هو كذبة. على مدى السنوات العشرين الماضية لم يعلن النظام نفسه عن أي من المواقع أو الأنشطة النووية السرية ما لم يتم الكشف عنها مسبقا من قبل المقاومة أو مصادر أخرى. وأضافت السيدة رجوي نيابة عن الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية أعلن عدم قبول أي اتفاق لا يزيل بالكامل منشآت صنع القنبلة والتخصيب والمواقع النووية للنظام، وأي اتفاق لا يجبر ولاية الفقيه على إخراج قوات الحرس بين العراق وسوريا واليمن وأفغانستان ولبنان غير مقبول، لأن السلام والهدوء في المنطقة والعالم يبقيان رهين مرة أخرى ويتم التضحية بهما.
أي اتفاق لا يجبر الملالي على التوقف عن التعذيب والإعدام لا شرعية له. أي شيء أقل من ذلك مهما كان غطاؤه معناه قبول كارثة الملالي النووية ولا يقبله الشعب الإيراني. لا يفهم الملالي سوى لغة الحزم والقوة، ولمنع نظام الحصول على القنبلة الذرية فمن الضروري إعادة تطبيق قرارات مجلس الأمن الستة ووقف التخصيب نهائيا وإغلاق المواقع النووية والتفتيش في أي مكان وأي وقت، ووقف برنامج النظام الصاروخي. ويجب على مجلس الأمن وضع نظام الملالي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. وتابعت السيدة رجوي: استخلص خامنئي مجريات سقوط حكومتي العراق وليبيا بأن الحصول على القنبلة الذرية يشكل ضمان لبقاء نظامه، لكن عندما تندلع انتفاضات مثل انتفاضة نوفمبر عام 2019 فأن أجهزة الطرد المركزي في ناتانز وفوردو مهما كانت نوعيتها وكميتها لا تستطيع إنقاذ خامنئي. إن إرادة الشعب الإيراني هي إسقاط ديكتاتورية ولاية الفقيه بالقنبلة الذرية أو بدونها وإسقاطها.